صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المقربين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف، وصلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة المؤمنين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جفوني لا تمل من الهمول وجسمي لا يفك من النحول، وقلبي لا يفيق من الرزايا لتذكار القتيل ابن القتيل. قتيل قتيل بالطفوف أطال نوحي وأسلمني إلى الحزن الطويل. لا بأس ترفع صوتك أزيد أزيد. قتلون أورة مختارة حزنايا وأذكى النار في قلب البتول. بنفسي بنفسي وهو يسري والمنايا بنفسي وهو يسري والمنايا والمنايا أمام الركب تسري بالحمول أي أمام الركب تسري بالحمول. بنفسي وهو يسري مستدلا وضوء هداه نهج هدى دليل يقول ألخبروني ما اسم أرضي أراني كارها فيها نزول. أبينوا أبينوا ما اسمها المشهور عنها أبينوا ما اسمها المشهور عنها يا فقالوا كربلاء يا ابن الرسول
وقالوا كربلاء يا ابن الرسول. فقال هي البلاء فقال هي البلاء يا وفي تصبر حرائرنا وأدعى للدحور. ألا هبوا ألا حطوا رحالكم وقيلوا فليس عن المنية من مقيل. فقالوا هذا كلام الحسين سلام الله عليه لما ورد في مثل هذا اليوم الثاني من المحرم إلى كربلاء. فقال ألا حطوا رحالكم وقيلوا فليس عن المنية من مقيل. فقالوا ما لنا فيها خلود وليس بقاؤنا غير القليل. فهب إلى المضارب غير وان بقلب متبع متعب وان ثقيل. ونادى زينب يا أخت قومي ونادى يا زينب يا أخت قومي إلى التوديع من قبل الرحيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن مولانا الحسين صلوات الله عليه أنه قال قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى سلطانا جائرا ناكتا لعهد الله مستحلا لحرم الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير عليه بقول ولا عمل كان حقا على الله أن يدخله مدخله. صلوا على محمد وآل محمد. كثير من المشاهدين أيها الإخوة لا يرون ما يرون ما ترون أنتم، ليست لديهم ثقافتكم أنتم. وكما تلاحظون أن هذه الكلمات الآن تنشر وتبث عالميا، يعني من كان في أمريكا في أوروبا في أستراليا في أفريقيا في آسيا بلاد العربية بلاد الإسلامية غير الإسلامية كلهم يشاهدون كما تشاهدون أنتم. ولذلك أود كما ذكرت البارحة أن يكون خطابي عاما لا خاصا بكم. أنتم بحمد الله مزودون بالثقافة الكاملة، وإذا ذكرنا لكم ثقافة أهل البيت فأنتم مشبعون بثقافة أهل البيت، ولكن نسبة المستمعين هنا أمامي بالنسبة إلى المستمعين والمشاهدين خارج كربلاء خارج العراق ممكن نسبة 10 أو 5%. 95% من المشاهدين ليست لديهم ثقافتكم أنتم،
أنتم بحمد الله مزودون بثقافة أهل البيت، قضيتم عمركم في مثل هذه المحاضرات والمنابر، وقرأتم وسمعتم وتحققتم. أرى وظيفتي الآن أن أوجه خطابي إلى من ليس عندهم ثقافة أهل البيت، مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. ولكن لم يعرف الحسين بعد حق المعرفة كما أنتم تعرفونه، ولم يعرفوا أصلا فلسفة فاجعة كربلاء. هذه المجزرة ليش صارت؟ من سببها؟ وفي أي هدف كانت؟ لذلك أرى نفسي مكلفا أن أبين هذا الموضوع للمشاهدين الذين يشاهدون من وراء أجهزة التلفاز في العالم كله. ذكرنا البارحة جانبا من التعريف بالحسين، ولا أعيد ما ذكرته البارحة. أما الكلام ففي حقيقة هذه الثورة، حقيقة نهضة الحسين في كربلاء وتضحيته وتضحية من معه بتلك الدماء الطاهرة، حتى دم طفله الرضيع وأولاده وأطفاله الصغار وحمله نساءه ودايع رسول الله، بنات رسول الله. شنو الفلسفة؟ لماذا؟ المعركة بين من ومن؟ اسمحوا لي أن أقول بكل صراحة، في كربلاء كانت المعركة بين الإسلام والكفر، بين الإيمان والجهلية، بين القرآن وأعداء القرآن. وليس والله كلامي عن تعصب ولا عاطفة ولا عن قضية طائفية، ما أقول قولا إلا ومعي أدلة وبراهين ووثائق قطعية تثبت ما أقول، والبراهين والأدلة أخذها من كتب السنة قبل كتب الشيعة. أولا يزيد ابن من؟ ابن معاوية. معاوية ابن من؟ ابن أبي سفيان. أبو سفيان شنو كان شغله؟ خلال 23 سنة من أيام رسالة الرسول، إيش كان عمله؟ أليس كان يرفع اللواء ضد الإسلام، ضد القرآن؟ أليس هو كان المحامي عن اللات والعزى والأصنام؟ اقرأ التاريخ. أنا أوجه خطابي وأناشد المثقفين، أساتذة الجامعات، طلاب الجامعات، العلماء، أئمة المساجد، أئمة الجمعة والجماعة، أقول يا إخواني اقرأوا التاريخ، تاريخ الذي كتبه علماؤكم لا علماءنا، كتابكم ومحدثوكم وفيهم علماء البلاط. وهؤلاء الكتاب غالبا كانوا يكتبون لإرضاء البلاط الأموي والعباسي. اقرأوا ما كتبوا هؤلاء الذين كتبوا لإرضاء البلاط الأموي والعباسي، اقرأوا الكتاب حتى تعرفوا من أبو سفيان. أبو سفيان خلال 23 سنة من نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قضى منها 21 سنة معلنا الحرب، الحرب ضد الله وضد رسول الله وضد القرآن، ويعلن الدفاع. شعاراته في يوم أحد، اقرأ شعاراته، كانت شعار حماية عن الأصنام، عن هبل والعزى. ذكر المؤرخون بالإجماع، الطبري وابن الأثير وغير 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 من المؤرخين، أنه في معركة أحد لما رأى أبو سفيان 70 شهيدا من أصحاب رسول الله مضرجين بالدماء، أحس أن أصنامه قد انتصروا على الله، ولذلك صعد على ربه وصاح: أعلو هبل، أعلو هبل. من هو هبل؟ صنم اللي كان يعبده هو وقريش جميعا.
دعا بعلو هبل، دعا بحياة هبل، ولكن رسول الله المجروح الذي أصابته جراحة في جبهته وأصابته جراحة في أسنانه وفي رواية أصابته جراحة في كتفه لأبي وأمي، لم تمنعه الجراحات ولم تمنعه المصيبة العظمى بشهادة عمه وبشهادة خلص أصحابه أن رد على أبي سفيان وقال لأصحابه أجيبوه الله أعلى وهجل، الله أعلى وهجل، وقال أعلو طلب العلو، النبي رد عليه الله أعلى، الله أعلى وأجل. ثم نادى أبو سفيان نحن لنا العزة ولا عزة لكم، فرد عليه النبي والله مولانا ولا مولى لكم. هذا الشعار شعار الشرك، شعار الزندقة والإلحاد، نبع من صميم أبي سفيان، من قلبه وروحه ولسانه ودمه. عاش ليله ونهاره، شبابه وشيوخه إلى أن مات، هذا الشعار ما فرق. لكن الإخوان يقولون أنه أسلم والإسلام يجب ما قبله. الآن نريد أن نبحث تاريخيا واقعيا علميا أنه إسلامه كان صحيح، صدق أسلم. لما دخل رسول الله، كل المؤرخين يقولون لما توجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفتح مكة، وصل على أبواب مشارف مكة، وصلها ليلا، وكان معه 10,000 من الأنصار، من المهاجرين والأنصار، من جيوشه، من جنود الإسلام، نصبوا خيامهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد منهم أن يشعل نارا أمام خيبته. أبو سفيان كأنما كان حاسس بشيء، خرج تلك الليلة من مكة فوقعت عينه على هذه النيران، نيران 10,000 قطعة نار في تلك الصحراء المظلمة، فقال ما هذه النيران؟ أهي نيران خزاعة؟ خزاعة قبيلة كانوا ساكنين في تلك المنطقة، ولكن قبيلة خزاعة كانوا قبيلة قليلين، ممكن 100-200 قطعة نار، لكن لا 10,000. قال أهي نيران خزاعة؟ وفي تلك اللحظة ركب العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقة رسول الله أو فرس رسول الله، متوجها إلى مكة حتى يحذرهم، يحذرهم عن المقاومة، يبين لهم إن إذا قاومتوا معناه محكوم عليكم بالفناء. في تلك الظلمة التقى العباس عم الرسول بأبي سفيان، وكان بينهما صداقة في الجاهلية. أبو سفيان شاف العباس وعرفه، عرف صوته، قال أبا الفضل؟ قال نعم. قال ما هذه النيران؟ قال لقد جاءكم يا أبا سفيان رسول الله بما لا قبل لكم به، مستحيل تقدرون تقاومون، 10,000 مقاتل مستميت بطل شجاع جايين يدخلون مكة. فأراد أبو سفيان أن يهرب، ألقى العباس عليه القبض. أبو سفيان كان جسمه صغير، العباس جسمه نشيط قوي، فصار مثل عصفور في يد السبع. قال له أعطيك الأمن، قال الأمن؟ قال نعم أعطيك الأمن بشرط أن تسلم. قال أو يغفر لي؟ قال بشرط أن تسلم، نعم يغفر لك بشرط أن تسلم. فأركبه خلفه على الناقة أو على الدب اللي كان عليها،
دخل معسكر المسلمين يمر بخيمة وخيمة وخيمة، وخيمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وسط المعسكر، وحوله الحماية، حماية مسلحين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما مر على خيمة من الخيام صاحوا هذا عدو الله، عدو الله، الله جابه. حتى أن عمر هجم عليه ليضرب عنقه، قال دعني يا عباس أضرب عنقه عدو الله. قال أنت ما لك دخل، يعني الصيد أنا صدت، أنت شنو؟ فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أوقفه برا خارج الخيمة. دخل العباس على رسول الله في الخيمة، خيمة القيادة، قال يا رسول الله جئتك بأبي سفيان. قال ائتني به، جيبه، هذا الكلام بالليل. فدخل أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن له بالجلوس، اجلس. قال له يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ ويجي بعد، هل قد حاربت الله؟ قال بأبي أنت وأمي، لقد علمت لو كان لي إله غير الله لأغنى عني. يعني أنا هاي 21 سنة دافعت عن هبل، عن العزى، عن اللات، عن الأصنام، شو دول ما فادوني، لكن ربك فادك نصرك، زين هاي كفاية. الروايات تقول ما نطق، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، بس هاي الكلمة، لكن قنع رسول الله منه بهاي الكلمة. ورسول كريم، قال ويلك يا ويحك يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي، أما هذا فإن في النفس منه شيئا. يعني شنو؟ شو تفهمون من كلامه؟ يعني لا، يعني أنا بعد ما مصدق، مو قابل أنك رسول الله. هنا العباس جالسين، قال له ويحك يا أبي سفيان انطق بها وإلا ضربت عنقك. فنطق بها تحت السيف، أنا أسأل وجدانكم يا علماء السعودية، يا علماء مصر، يا علماء الإسلام، شو تقولون في مثل هذا الإسلام؟ هذا الإسلام صحيح هذا؟ لكن كرم الله، كرم رسول الله وافق على ذلك، لكن نطق به لسان، اللسان، القلب. اقرأ سورة المنافقين، المنافقين، يقول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا، قالوا مو اعتقدوا ولا علموا ولا شهدوا، قالوا، تميز ما بين شهدوا وبين قالوا، لأن في آية أخرى يقول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا الإسلام الذي إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أنا ما أريد أتحامل حتى يقولون تهجم السب الصحابة. إذا كان هذا مو منافق، كم من المنافق العاد؟ ما عندنا منافق أصلاً، الله ما خلق المنافقين، والصورة هذه ما لها مكان بالقرآن. إذا هذا الشخص مو منافق، لعد من المنافق؟ زين، فرفع عنه السيف، هذا الكلام بالليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس يا عباس خذه عندك، بيت عندك بالخيمة، صبح وقت صلاة الصبح جيبه. أخذه العباس بيته عنده بالخيمة، وقت صلاة الفجر أول لقاء المسلمين كلهم في خيامهم، ما شافهم مجتمعين، لكن وقت صلاة الصبح شافهم مجتمعين، الصفوف
امتدت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10,000 مصلي بإمامة رسول الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. أبو سفيان واقف جنب العباس يتفرج على وضوء رسول الله، شاف المسلمين ما يخلون قطرة من ماء الوضوء تسقط على الأرض، يمدون أيديهم يتبركون بمياه وضوء ماء وضوء رسول الله، يمسحون بها وجوههم. عجيب، وطلع عوام عيونه راح تنبوبة راسه، شلون عظمة هذا اللي وده يشرب دماء رسول الله، هذا اللي مرته هند أم معاوية شقت بطن حمزة وأكلت كبده وقطعت كل ما يقطع من جسم حمزة، هذا الذي إجى على جثة حمزة في معركة أحد وقام يضرب بالرمح في فم حمزة، يقول له أرأيت يا عقق، على حمزة يقول عقق يعني عند حق، أرأيت يا عقق كيف انتصر أصنامنا عليكم؟ شفت هذا كلامه يوم أحد ويوم بدر ويوم الأحزاب والأيام تشهد، هذا الرجل زين. رسول الله صلى، هو واقف يتفرج يعاين، فقال بعد الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم أوقف أبا سفيان عند ثنية الجبل، عند ثنية الجبل لينظر إلى جنود الله. ثنية الجبل منطقة شوية ضيقة، وادي اللي تبين كثرة المسلمين، فتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرك أصحابه وهم لابسين الدروع، وكل قبيلة لها راية يعرف بها. تحركت جنود الله صوب مكة، وهناك وزع النبي صلى الله عليه وسلم جيشه 10,000 إلى 4 فرق، كل فرقة 2,500، وأعطى بيد كل قائد حملة قائد فرقة راية مخصوصة. تقدمت الجيوش وسبقهم العباس وأبو سفيان واقف على ثنية الجبل. مرت الكتائب كتيبة بعد كتيبة، كتيبة بعد كتيبة، يسأل من هؤلاء؟ يقول قبيلة فلان، ذولا قبيلة فلان، هذولا فلان، يسميهم العباس بأسمائهم. ثم جاءت الكتيبة الخضراء اللي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. مرت هذه الكتيبة الخضراء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا غارق في الحديد، يعني حتى رأسه ورقبته وجسمه عليه دروع من الحديد. مرت هذه الكتيبة، هنا شو اسمع تعليق أبو سفيان المسلم، هذا بعد يعني صاير مسلم غير، قال يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. ملك يسميه شنو؟ ملك يعني ابن أخيك ملك. فقال له العباس ويحك إنها النبوة، قال نعم نعم إنها النبوة. يعني شنو؟ يعني هاي مو عقيدتي، أنت اللي زودتني بها. حتى بعد الإسلام باقي على نفاقه وعلى عقيدته أن الإسلام مو دين وإنما ملك، ورسول الله مو نبي وإنما ملك. خلص تحركت باقي تفاصيل الفتح خليها. إذن معاوية ابن أبي سفيان بعد سنة 10 من 8 من الهجرة، سنة 8 من الهجرة كان فتح مكة زين، وراها 2 سنين وكسور كانت وفاة رسول الله
سنتين وكسور عهد أبي بكر، 10 سنوات وكسور عهد عمر، ثم إجى عثمان. زين اللي يشوف أبو سفيان مسلم ولا؟ بعد عمر أول خليفة من بني أمية إجى إلى السلطان وهو عثمان. أبو سفيان ذاك اليوم مشيب وفاقد بصره، يقود فرد واحد، قال وديني إلى بيت عثمان. والشجرة واحدة، شجرة أبي سفيان وعثمان، فجر بني أمية. دخل وهو أعمى ما يشوف، قال هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا لا. قال يا بني عبد الشمس تلقفوها، يعني السلطة، تلقفوها، تلقفوا القرى حتى تصير إلى صبيانكم، لا تخلون بعد أحد ينزع السلطة منكم من بني أمية، تلقفوها. هاي كلها ذاكريها العلماء، ذاكرها المقريزي والطبري وابن الأثير والمسعودي وغير وغير وغير. تلقفوها يا بني عبد الشمس، تلقف القرى حتى تصير إلى صبيانكم، فوالذي يحلف به أبو سفيان، ما يقول والله، ما معترف بالله، يقول فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. هنا عثمان قال له اسكت اسكت، سخن الله عينك. أبو سفيان قال سخن الله عين من قال، ماكو أحد هنا. يعني الله يعني عين ذاك اللي قال لي ماكو أحد، تبين أكو أحد يسمعون كلامي. نفس اليوم خرج أبو سفيان من بيت عثمان، قال اللي يقوده قال وديني إلى أحد، راح إلى أحد، قال وديني على قبر حمزة، ودى إلى قبر حمزة، جاء رفس قبر حمزة برجله بن عالم، قال له قم يا أبا عمارة، قوم قوم شوف شلون انتصر صبياننا عليكم. هذا أبو سفيان، هذا إخواننا يقولون لا تحتون عليه، هذا مسلم بينكم وبين الله، هذا مسلم هذا. زين نجي إلى ابن معاوية. معاوية أولا متى أسلم؟ شلون إسلام؟ سؤال أول متى أسلم؟ إلى 6 شهور بعد إسلام أبي سفيان. هذا الإسماء اللي هذا الإسلام اللي شفتوه، معاوية ظل مشرك وينتقد أباه، ليش أسلمت؟ أنت جبان. يكتب رسائل، يودي خبر إلى أبيه أبي سفيان ويعيره، ليش دخلت بالإسلام؟ ليش عفت هبل؟ لكن بعد 6 شهور لا، شاف أن قوة الإسلام ظهرت وين؟ بعد فتح مكة، ظهرت في من؟ في وقعة هوازن، في وقعة حنين. وقعة حنين شاف لا بعد، لأن جيش الإسلام 12,000 وحصلوا غنائم، وقام رسول الله يوزع الغنائم بالمئات على أبو سفيان وربعه، مو على أصحابه القدماء المهاجرين الأنصار. هناك طمعا في الغنائم إجا معاوية وأسلم، إسلام خوفا من السيف وطمع في الغنائم. هذا أبو سفيان وهذا معاوية. وأن قل لك خبر عن معاوية، بل أخبار، هذا الخبر يذكره الشيخ المسعودي في مروج الذهب، والشيخ المسعودي من أوثق العلماء الموثوقين المعتمدين الثقات عند السنة والشيعة، مجمع عليه. في تاريخ المعتضد العباسي، المعتضد العباسي اقروا، لأن على السنين دائما المؤرخين يكتبون وقائع السنين، سنة كذا سنة كذا سنة كذا، يذكر المسعودي خبرا عن مطرف ابن المغيرة ابن شعبة. المطرف ابن المغيرة ابن شعبة يقول ذهبت مع أبي إلى الشام،
وأبي كل ليلة في ذاك الوقت أيام خلافة معاوية حكومته سلطته اللي جالس على سرير السلطة، يقول كان أبي المغيرة كل ليلة يجتمع بمعاوية يجلس يسهر معه ساعات، بعد النص الليل يجي إلى البيت أنا محضر للعشاء، لما يرجع من مجلس معاوية يحدثني بسياسة معاوية بحلمه يعني عندهم فضائل معاوية دهاء معاوية، وقت يتعشى يتحدث معي، يقول ليلة من الليالي جاء أبي رجع من عند معاوية شفت وجهه متغير، قدمت له العشاء ما رضى يأكل، قلت له شبيك يا أبي أشوى الليلة ما تتعشى، قال بني جئتك هذا اليوم من عندي ألعن خلق الله وأخبثهم. قلت منو؟ قال معاوية. قلت عجيب، أنت كل ليلة جاي تمدح بمعاوية، تمدح بسياسته ودهائه وعقله وهالليلة. قال ما كنت أدري إلى هالليلة انكشف لي خبثه وكذبه. قلت كيف انكشف لك خبثه؟ قال سمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول لما سمع الشهادة باسم رسول الله التفت إلي قال يا مغيرة لقد ملك، شوف كلمة ملك يركز على كلمة شنو؟ الملك، ملكية، إسلام ماكو، خلافة دين إيمان ماكو، لقد ملك أخوتين، منو أخوتين؟ أبو بكر يعني من قبيلة تيم، لقد ملك أخوتين فهلك وهلك ذكره إلا أن يقول قائل أبو بكر، ثم ملك أخو عدي يعني منو؟ يعني عمر، ثم هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل عمر، ثم ملك أخونا يقصد منه عثمان وقام يمدح به، ثم هلك وهلك ذكره إلا أن يقول قائل عثمان، ولكن ملك أخو هاشم، ما يقصد عليه، يقصد رسول الله، أخو هاشم ملك، ملك يعني صار ملك، ملك وهلك وبقي اسمه مقرونا باسم رب العالمين. ما سمعت الآن مؤذن شو يقول؟ هل يبقى لنا عمل بعد هذا؟ العشائر والقبائل قبيلتين وعدي وبني أمية كلهم يموت ذكرهم، اسم محمد يبقى؟ هاي شلون؟ هل يبقى لنا بعده عمل؟ فوالله اسمع اسمع، فوالله لا أترك إلا دفنا دفنا، يعني أنا ما دام أنا بالسلطة ما أترك السلطة إلا أن أدفن اسم محمد. صلى على محمد. اللهم صل على محمد. هذا واحد من سوالف معاوية. أنا أختصر كلامي، ما ذكرت من كتب الشيعة ولا ذكرت من كلمات أهل البيت ولا من كلمات أئمتنا الأطهار، ذكرت من معتمديهم من ثقاتهم ممن لا يشك في روايتهم وفي صدقهم وفي أمانتهم، حلفان أن يدفن اسم رسول الله. هذا أبو سفيان وهذا معاوية، ايش تتوقع بعد من يزيد؟ من يزيد ايش تتوقع؟ أولا من هو أم يزيد؟ أبوه عرفته معاوية، أمه ميسون النصرانية، ما أريد الآن أدخل في قضايا أخرى، لا، ميسون النصرانية اللي جاءت طمعا في المال والسلطة تزوجت معاوية وجابت يزيد، والله يعلم ممن يزيد صار، ايش تتوقع منها؟ ايش تربي ابنها؟ معاوية شلون يربي ابنه؟ ميسون شلون تربي ابنها؟ هذا خلي كل واحد يراجع وجدانه وضميره. زين، يزيد اجى للسلطة
ثلاث سنوات حكم. السنة الأولى كانت مجزرة كربلاء. الآن ما أريد أقرأ تعزية، أريد أجيب لك النصوص حتى تعرف أن واقعة كربلاء كانت كفرا بين الشرك وبين الشرك في جانب، الإسلام والإيمان والقرآن في جانب. تعرفون كلكم أنه لما استشهد مولانا الحسين وضع رأسه بين يدي يزيد وجعل يضربه بخيزرانه، شنو قال؟ جعل يتمثل بأبيات ابن الزبعرة. ابن الزبعرة شاعر كافر مشرك جاهل، يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا. أشياخه ببدر منه شيبة وعتبة والوليد. عتبة يصير جد يزيد، جد معاوية أبو أمه، شيبة أخو عتبة، الوليد أخو معاوية، هذولا. يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشهد، عشديدك بذبح الحسين. ثم قالوا يا يزيد لا تشهد، لعبت هاشم بالملك. يعني نفس كلام أبو سفيان ونفس كلام معاوية يقول يزيد، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. هذا يزيد، هذا مدرسة يزيد، وهاي عقيدة يزيد، وهاي دينه، وهاي عقيدته، كما كان عليه أبوه معاوية وجده أبو سفيان وجدته هند آكلة الأكباد. حكم ثلاث سنوات. السنة الأولى كانت مجزرة كربلاء، اللي كل هاي الاجتماعات أيام عاشوراء وبعد عاشوراء والسنة كلها، الأحاديث عن مجزرة كربلاء اللي ما إلها نظير في التاريخ، لا في زمن آدم صارت، ولا في زمن نوح، ولا في زمن إبراهيم، ولا عيسى، ولا موسى، ولا داود، لا سليمان، لا يوسف، ما صارت. لا قوم عاد ارتكبوا مثل هاي المجزرة، ولا قوم ثمود، ولا قوم لوط، ولا قوم إبراهيم، ولا اليهود، ولا النصارى، ما ارتكبوا هذه المجزرة بحق ابن نبيهم، ذرية أنبيائهم، ما فعلوا. لكن هذه الأمة بأمر من يزيد وبتشجيع من معاوية وبرغبة وإلحاح من أبي سفيان ارتكبوا هذه المجزرة. السنة الثانية كانت واقعة الحرة. الحرة منطقة قريبة من المدينة. في هذه الواقعة صارت معركة بين جيش يزيد بقيادة مسرف بن عقبة. هو مسلم لكن المؤرخين يسموه مسرف لإسرافه في الدماء، وبين مجموعة من الثوار المؤمنين من أهالي المدينة. ذبحوا 11,000 نسمة من أهالي المدينة، 10,000 من الصحابة وأبنائهم، و1,000 كسور أيضا من الموالي من غير الصحابة. دخل جيش يزيد حرم رسول الله. هاي الكلمات أنا مستعد يقدموني للمحاكمة وأجيب لهم مصادر موثوقة معتبرة. جيش يزيد في حرم رسول الله ارتكبوا الزنا ومسحوا الوسخ عن أنفسهم بورق القرآن. هذول جيش يزيد، لأن يزيد أباح لهم، قال لقائد الحملة، قال إذا دخلت المدينة فأبحها ثلاثا. أبحها يعني شنو إخواني؟ أنتوا حرم، أبحها يعني شنو؟ يعني مباح لك كل ما تعجبك. أبحها ثلاثا، دماءها وأموالها ونساءها. هذا نص كلام يزيد، هذا يفعله مسلم؟ من يفعل هذا الفعل؟ أبحها ثلاثا إلى 3 أيام. خلال هذه الأيام 11,700 من أهالي المدينة ذبحوا وقتلوا، وربطوا دوابهم وخيولهم بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالت الدواب وراثت عند قبر رسول الله. وقلت لك زنى جيش يزيد
زنا المحرم في حرم رسول الله، وكانوا ينهبون البيوت. دخل جندي من جنود يزيد على ابن أبي أرملة ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة من أصحاب رسول الله شهيد، راح شهيد عند أرملة، والأرملة عندها طفلة يرضع بحضنها. دخل البيت وقد نهب من قبلهم ما قبله من قبله نهبوا ما في البيت، فقال لها أعطيني ما في البيت. قالت انظر شوف، إذا لقيت شيء أخذ، دور ما لقى شيء. فأخذت جرة برجلي الرضيع من ثدي أمه وضرب به الجدار فانتثر دماغه على الأرض وخرج. نتيجة الأمر الذي أمرهم يزيد أعطاهم إذن بإباحة المدينة، واعتدوا على بنات المدينة. ذكر المؤرخون منهم السيوطي في كتاب تاريخ الخلفاء، والسيوطي من أوثق علمائهم، يقول تلك السنة بعد هاي الواقعة ولد 1000 مولود لا يعرف لهم أب. هاي من بركات يزيد ومعاوية وأبي سفيان. وكان الرجل إذا زوج بنته لا يضمن بكارتها، كان يقول أنا ما أدش جرى عليها. هذه من آثار يزيد. وفي السنة الثالثة هجومه على بيت الله الحرام، على الكعبة، الكعبة المقدسة، بيت الله هذا الذي يصلي المسلمون كلهم إليها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا البلد الأمين اللي إبراهيم الخليل يقول رب اجعل هذا البلد آمنا. دخل جيش يزيد، دخلوا فضربوا الكعبة، جسم الكعبة المشرفة أحرقوها بالنار، دمروها، هدموها، وصنعوا ما صنعوا فيها. هذا يزيد. أما الجرائم التي ارتكبها ما بعد يزيد من أولاد الحكم ومروان، عبد الملك ماذا صنع؟ وليد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي اجوا بعد شهادة الحسين تحدث ولا حرج. وليد أفسق خلفاء الأمويين المروانيين، وليد بن يزيد كان يشرب الخمر، لكن كل من يشرب الخمر إما يشربه بالطاسة أو بالبطل، لكن الوليد ما كان يكتفي بطاسة ولا بطل ولا بطل، كان يملأ حوضا من الخمر ينزل فيه يشرب حتى يتبين النقص في الحوض هذا، ويحمل لقب أمير المؤمنين. شو سوده بالتاريخ. وكان يسكر، وكانت له جارية، هو سكران وهي سكرانة. طلع الفجر، المفروض أمير المؤمنين هذا السكران لازم يصلي بالناس إماما للجماعة، وهو عادي خوش عدالة عنده. بدلا من أمير المؤمنين راحت الجارية حبابة وهي سكرانة وجنب، صارت إماما للجماعة. والمؤمنين الله يكرم وراها، الله أكبر، يصلوا وراها خش صلاة بعد شبه. هذول بني أمية وباقي سوالفهم مكسراتهم وحشياتهم بربريتهم قسوتهم كفرهم زندقتهم. اقرأ التاريخ زين. لمثل هؤلاء يطلب من الحسين عليه الصلاة والسلام اللي هو ابن رسول الله، فلدة كبد رسول الله، ابن علي الذي ما قام الإسلام إلا بسيفه، ما وقف موقف الأبطال والشجعان والإيمان في كل المعارك، في بدر وفي أحد وفي أحزاب وفي الخيبر وفي إلا بسيف علي بن أبي طالب. يوم فر الأصحاب كلهم، فالدين إن شاء الله نتكلم عن الأصحاب، أصحاب الحسين وأصحاب الرسول غير أبيض، حتى تعرفوا الموازنة ما بين موقف علي وباقي الصحابة، من الذي ثبت ومن الذي انهزم. إذن فالحسين رضيع الوحي والرسالة. الحسين كما قلت البارحة في كتب البخاري وغير البخاري
الذي يقول فيه الترمذي برواية أبي هريرة يقول الرسول يقول الذي ما ينطق عن الهوى يقول حسين مني وأنا من حسين. حسين عصارة الإسلام، زبدة الإسلام والإيمان والقرآن والفضيلة والتقوى والمكارم والمناقب والشجاعات والبطولات. يطلبون من الحسين أن يبايع الحسين هذا، أن يبايع يزيد هذا. يبايع يعني شنو؟ كلمة البيعة مأخوذ من البيع، بيع هي البيع، وتعرفون معنى البيع، تشترون تبيعون. لكن شو يبيع؟ يبيع بطيخ؟ لا، يبيع دينه، يبيع ضميره وإيمانه كله. لمن؟ إلى يزيد. يقول يا يزيد أنت إمامي، وراك أدخل الجنة. أي عاقل سني أو شيعي أو مسيحي أو يهودي يقبل هذا الكلام؟ من يقبل؟ أي إسلام من هذا الإسلام الذي نتيجة هاي البيعة؟ إذن فالحسين عليه السلام أحس بالخطر على الإسلام كله، على القرآن كله. درى أنه لو لم يقدم دمه الطاهر ودماء أهل بيته، وبس دماء أهل بيته وسبي عياله وضرب بناته وحمل رؤوسه وسحق جسده تحت حوافر الخيول، معاوية وابنه يزيد وبنو أمية وآل مروان مصممين على محو الإسلام. محو، محو، تعرف محو شنو؟ يدون يمحون الإسلام بوجدانك بضميرك. وجدان علماء الأزهر وعلماء السعودية، راجعوا وجدانكم، خلوا العصبية، العصبية خلوها على كتر ضميركم، إيمانكم إذا أنتم مؤمنين. شيوخكم، هل يجوز للحسين أن يبايع؟ هل يجوز أن يصبر ويسكت؟ الإسلام من صنع من؟ من الذي وقف؟ معاوية؟ معاوية إلى آخر نفس حارب الإسلام. أبو سفيان إلى آخر نفس حارب الإسلام. يزيد الخمار الذي لعب بالقرود والكلاب ضد الإسلام. إذن ما بقى أحد يحمي على الإسلام. الإسلام خلاصة رسالات الأنبياء، الإسلام دين الملائكة، الإسلام دين الأمم الذي ضمن الله تعالى بقاءه إلى أن تقوم الساعة. من الذي يضمن بقاء هذا الدين بدمه وتضحيته إلا هذا المولى أبو عبد الله الحسين؟ إذن أحييت دين الله يا ابن محمد. والله كل صلاة يصليها كل سني وشيعي، كل صوم يصومها كل مسلم على اختلاف مذاهبهم، شافعي حنبلي مالكي حنفي أو جعفري، كل صوم كل صلاة كل حاج كل عبادة فإنه رهين بدم الحسين. دم الحسين له حق على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولذلك لا عجب أن تسمع الإمام جعفر الصادق وهو الإمام الصادق 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 الصديق يقول إذا زرت الحسين فقل أشهد أنك قد أقمت الصلاة. لولا دم الحسين كان يزيد ومروان وذرية معاوية والمتخرجين من مدرسة معاوية كان محو الإسلام، اسم الإسلام، سين الإسلام كان يبنونه. الحسين هو أحيا الإسلام. ولذلك صدق الشاعر قسم هاي ينسبوها إلى الحسين، هو مو البيت، مو للحسين البيت، بقى للمرحوم شيخ محسن أبو الحب الكربلائي رحمه الله، يقول عن لسان الحسين: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني. هذا الحسين. ثم الحسين كان مأمورا من الله تعالى
يعني أقدم على الشهادة وهو على بصيرة مو على جهالة. من مكة المكرمة من المدينة أعلن أنه أنا رايح للشهادة، ما رايح للملك، ولا عندي ثار ولا عندي عصبية ولا عندي. القضية قضية الله. معسكران، معسكر إلى جانب اللات والعزى يتمثل في معاوية وأبي سفيان ويزيد وجيش يزيد وعبيد الله بن زياد، والمعسكر الآخر يتمثل في رسول الله، في إبراهيم ونوح. ولذلك تقول السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. هذا الحسين، الحسين حقق أهداف آدم وأهداف نوح وأهداف إبراهيم وأهداف عيسى وموسى و124 ألف نبي والأنبياء والرسل والشهداء. ولذلك لا تتعجب أيضا الإمام جعفر الصادق يقول إذا كانت ليلة عاشوراء، عفوا إذا كانت ليلة النصف من شعبان، من أراد أن يصافح أرواح 124 ألفا من الأنبياء فليزر الحسين ليلة النصف من شعبان. شنو شغله؟ شنو شغله؟ آدم يجي ليلة النصف من شعبان أمام الحسين ينزل راسه يقول يا ولدي بيض الله وجهك. إبراهيم الخليل يقول يا قرة عيني يا عزيزي بيض الله وجهك، أنت رفعت راسك. كذلك يقول موسى، كذلك يقول عيسى، كذلك يقول نوح. الحسين بيض وجوه الأنبياء، الحسين رفع راس الأنبياء. الحسين عليه الصلاة والسلام أعطى قوة وشحنة إلى ملائكة الله، إلى جبرائيل، إلى ميكائيل، إلى الملائكة المقربين، إلى حملة العرش. هذا عمل الحسين. فإذا أقفنا مجالس للعزاء صارت المواكب، مواكب اللطم، مواكب أخرى تضرب الصدور، أو لبسنا السواد أو رفعنا الأصوات، كل ذلك تعظيما للأنبياء، تعظيما لله. شعائر الحسين شعائر الله. الحسين ثار الله. ما بقي لنا من الوقت، وقت ينتهي دقائق قليلة. إذن فالحسين ثار الله. لما تقول السلام عليك يا ثار الله اعرف تقول شهيد في سبيل الله. ولذلك لما سقط على الأرض وطعنه صالح بن وهب في خاصرته ومال إلى الأرض وهو يقول بسم الله، بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، إلهي رضا بقضاك، يعني إلهي أنت أمرتني، أنت أمرتني وأنا أطعت أمرك معك، أنا في سبيلك يا رب. إلهي رضا بقضائك، لا معبود سواك، أغثني يا غياث المستغيثين، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن البؤاد إلى سواك. يا الآن بعد لا تظل ساكت، بعد الآن وقت الصرخة، صرخ، أريد صراخكم يهز الحيطان والجدران. هوى 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 والمهر قام يحوم دونه، هوى يا والمهر قام يحوم دونه، يحامي عن ولي لو يجونه، يحامي عن ولي لا يا يدونه، يخاف القوم لأنهم يأخذونه، يركب غير خيال المشكر، يركب غير خيال المشكر. بعد سوى هذا الحيوان، حيوان
يقول أجنح فوق راعية وشمة. الله أكبر، كان يشتب ريحة الحسين. هيا يا إخواني يا أخواتي، أنتم مشتمين ريحة الحسين؟ إي والله، هاي الرائحة اللي جابتكم لهنا. أجنح أجنح فوق راعية وشمة، وصار ظلال دون الشمس يمة، اي صار ظلال دون الشمس يمة. بعد بعد مرق وجهه وناصي تبدمه، مرق وجهه وناصيته بدمه بدمه، نادى بالظلي مولى الخيم فار. وصل قريبا من الخيام وهو يصهل، ظن العيال ان الحسين جاء، خرجت سكينة لكن شافت بكت سكنايا ونادت بالمذلة، اي عم المهر حطم القلب، يا يا ها يا بحلية. طلعت صارخة زينب تقلة تقلة، يا مهر حسين وين حسين نخا، يا مهر حسين وين حسين، قلي قلي أشوفك جيتني تصل من اللي، يا خايب يا خايب عقبك ويا وين ولي. الآن ارفعوا أيديكم، أمن كلكم وياي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا جار المستجيرين، يا غياث المستغيثين، فرج عنا وعن كل مكروب يا الله. اللهم اغفر برحمتك ذنوبنا، واستر اللهم عيوبنا، واقض حاجاتنا، واشف مرضانا، تب علينا خطايانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا تقبل هذا العزاء منا يا الله. اللهم اهدنا إلى دينك القويم، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم اجعل هذا البلد وبلاد المسلمين أمانا آمنا يا أرحم الراحمين. اللهم رد كل مخطوف ومفقود إلى أهله سالما، اللهم رد كل مسافر إلى أهله، لا سيما زوار قبر أبي عبد الله الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، واجعلنا من أنصار الحسين، اجعلنا من أنصار القرآن، نور قلوبنا بالإيمان، فك رقابنا من النار، اجعلنا من أهل الجنة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا.